عودي لكم مشاهدينا، بدي ارجع ارحب فيكم بهيدي الفقره. اليوم كثير صرنا عم نسمع عن الطاقه وجذب الطاقه، ان كان ايجابيه او سلبيه او امور عم نقوم فيها بحياتنا اليوميه عم بتكون مستنده على جذب الطاقه. لنعرف اكثر عن هذا الموضوع ونعرف اكثر عن الطاقه الحيويه او ما يعرف بالريكي، بدي ارحب بلا عيسى. اهلا وسهلا فيك معنا بهيدي الحلقه. صباح الخير. صباح النور. اليوم آلاء، يعني موضوع الطاقة وجذب الطاقة صرنا كثير عم نسمع عنه مؤخرا، وهو علم صار متعارف عليه. اليوم آلاء حضرتك الماستر بعلم الطاقة الحيوية، رح نتطرق لكل موضوع الجذب والطرق يلي لازم نستند عليها، ولكن ما هو علم الطاقة الحيوية أو ما يعرف بالريكي؟ ريكي هيلينج. ريكي هي اول شيء كان ديفينيشن، ري هي شيء حيوي، الكي هي كوني. لما يتحدوا هالطاقتين سوا بتحدث عمليه الشفاء. قبل ما افوت بهذا التفصيل وهدول الديفينيشنز، بدي احكي سيناريو قصير صار بيني وبين احد الكلاينتس. نعم. تواصلت معي من فتره بتقلي انا رحت عند طبيب قلب، رحت عند طبيب اعصاب، رحت عند كذا حكيم، كله يقول لي ما عندك شيء، ستريس. عملت كذا فحص، كذا تيست او شيء، او رحت عملت فحوصات، فحوصات طبيه يعني متعارف عليها، كله نظيف، ما عندي مشاكل ابدا، كله هيدا ستريس. نعم. هل يا ترى هيدا الكلاينت مثلا انه متوهمه او هيدا الشيء مش موجود؟ اكيد لا. هي هلا انا هون بيجي دوري كمعالج، انا هون بطمنها وبريحها، انت عندك مشكله، انت بعدك ضمن ستريس. نعم. بس بعد ما صرنا نحن، ولكن هيدا الشيء منه طبيا او صحيا مش مكشوف، منه حتى انه يعني منه مرض مزمن، هو شيء ممكن هو نكتشفه ونقدر نعالجه. ايه. بطريقه نفسيه. انت هون ككلاينت انت ات ريسك، اللي عم تحسي فيه مزبوط هذا التنميل والخضران بجسمك، خفقان القلب مزبوطين، يعني انت ما مش ضايعه ومش متوهمه ولا متخيله. نعم. بس انت ات ريسك هون لانه في شيء عندنا هون، اذا بنحط نحن صوره الهاله لجسم الانسان، انت بعد فتره اذا ما عملتي تنظيف لهيلتك وللشاكرات اللي عندك هلا كلهم نحن ناخذ فكره عنهم. نحن اكيد بسؤال ونخصص، انت حتصيري تروحي عند الطبيب وحيكتشف انه لا انت صرتي معك عندك مرض بالقلب، يمكن عندك مرض بالاعصاب. بس نحن هون فينا نبلش هلا ناخذ فكره، اذا قلنا نحن حطينا بيكتشر لصوره الهاله، نحن هلا الله خلقنا كجسد مادي، نحن عندنا سبع انواع من الاجساد مش جسد واحد. نعم. انت هلا الجسد اللي انت شايفتني فيه هذا جسد المادي الفيزيائي. أه. هي الكلاينت لما راحت عند الطبيب فحصل جسدها المادي الفيزيائي. نعم. هلا انت فاين، كل شيء عندك ستريس، بس هون وين هيدي الطاقات السلبيه؟ وين هيدا ستريس عم بيكون لعم تشعر هي بهذا الشيء؟ نعم. بهالتها في عندنا نحن جسد اثيري موجود، هو بيحيط الجسد المادي، شكله بيضاوي مثل ضوء. نعم. هون موجود هيدي الهاله والشاكرات، هودي المشاعر اللي عم تختبرهم الكلاينت وعم يختبرهم كثير من الناس بس ما عارفين وما قادرين يفسروا، وهي الديسابوينتمنت بيصير لما انت تروحي عند الطبيب يقول لك ما بك شيء. ما بك شيء بس انت عم بتعاني، هون بتصير ستريس اكثر. اكيد هون بتصير ستريس اكثر. نعم. هيدول موجودين، كل هاي المشاعر اللي عم تختبرها الكلاينت موجوده بهالتها بجسدها الاثيري اللي هو شكله بيضاوي، عباره عن هو 20 سنتيمتر بيكون لمتر ومتر ونص. هيدي الهاله بتقوى بتزداد كل ما الانسان كان عامل ممارسات معينه محافظ على هالته. هو في ضعيفه او في يعملها تكون رفيعه رقيقه، ساعتها بصير يتعرض مثلا لطاقات سلبيه، اي كلمه تعمل له انزعاج، اي توتر عن جد يعمل له ديس هارموني. هيدا الشيء شو اسبابه؟ لا، هل هيدا الشيء لظروف قطع فيها هو بعمر صغير، اما بسبب الاشخاص يلي حوالينا يعني عم بياثروا علينا بطريقه سلبيه او ان كانت ايجابيه؟ يعني هيدا الشيء بيطلع بيظهر على عمر كبير وحتى كمان بيظهر على عمر صغير. هلا كلها هيدي انعكاس للافكار الداخليه تاعت الانسان. نعم. انت وين بتركزي الطاقه؟ اشياء مكبوته من الطاقه حيث التركيز. اذا انت ركزتي على طاقه على فكره سلبيه اكيد حتجذبي كثير من الاشياء السلبيه. اذا انت هون هيدا السؤال بدنا نفوت فيه اكثر، يعني سؤال لازم نتعمق بجوابه. لما تجذبي الطاقة الإيجابية، لما تجذبي الطاقة السلبية، شو بنقصد بهذا الموضوع؟ وهل هذا الشيء فعلا موجود؟ موجود. هلا أنا بدي بلش ستيب باي ستيب أعمل أورجنايزيشن للأفكار كرمال المشاهدين ما يضيعوا معي بالله. أوكي. في أنا جبت بيكتشرز لحتى أنا أحكي هلا عن الهالة. نعم.
اذا احنا بنقدر نعرض البيكتشر على الشاشه. هلا رح نتاكد اذا موجودين معنا على الشاشه. هلا انا كمعالج طاقي بشتغل على هاله الانسان، على جسده الاثيري. اتفقنا نحن جسدنا الماده اللي قاعدين هلا فيه سوا، هيدا الماده محاط بجسم بيضاوي، كتله بيضاويه من ضوء، هي هيدي اسمها الجسد الاثيري، هي هيدي هاله الانسان والشاكرات. لما نحن عم نتلقف طاقات سلبيه من توتر، من قلق، من غضب، من انزعاج، من شو ما كان الشعور، اوكي، عم يقعد بهالته. اوكي، كيف بتخلص منه؟ من نعم الله علينا هيدي الهاله موجوده. بيبقوا هيدول المشاعر بهاي الهاله. إذا أنا ما فرغت، إذا أنا ما نظفت الهالة على فترة زمنية، قد أنا بعمل إكسبوجر لهيدا الشعور، بده يعمل بنتريشن، بده يخترق هيدي الهالة، أوكي؟ بصير فيها فخت، بقوم بيضرب لي جسد المادة، هون بيتحول لمرض. يعني الأمراض الجسدية اللي أنا بعاني فيها منها، من أمراض قلب، أمراض ضغط شرايين، من عصب معدة، أسبابها طاقية، أسبابها طاقات سلبية تراكمت، ما تنظفت، ما تفرغت، صار في عندي أنا المرض المادي. قد ايه الانسان بيعمل اكسبوجر لهيدا الشعور، قد ايه بيصير هو عنده امراض جسديه. هلا الانسان بوعيه اذا فرغ وحرر، في كثير ممارسات فيه يعملها، اذا فرغ هيدي المشاعر، اذا حررها بضل محافظ على هالته نظيفه. يعني المعالجات اللي بتقومي فيها اليوم الا انت بالبدايه هي تفريغ الطاقه، يعني بتترك الشخص يحكي. هلا كنا عم نحكي تحت الهواء انه اليوم الريكي هو مش انه مستمع، انه انت بتسمعي للمريض، وهو يعني مش المريض ما بيقعد بيحكي وانت بتسمعي له، ولكن هي بتتم عمليه معالجه بطرق معينه. خبرينا شوي عن كيف الستبس الاولى، يعني كيف بتبلشي تفهمي منه شو هي الامور يلي مأثر عليه، يلي موجوده بهيدي الجزء اللي هي الهاله الاولى، وكيف على اي سيشن ببلش يقدر يطلع منها، وهل في ليفلز، يعني ناس عندها اياها عميقه جدا بدها وقت اطول، هل هي ممكن تتعالج بسيشن ولا اثنين؟ خبرينا شوي اكثر عن هذا الموضوع. اول شيء هذا الجسد البيضاوي اللي هو الهاله احنا بنشتغل عليه، نحن ما بنشتغل على الجسد المادي، هو بيروح عند الطبيب بيعطيه علاج فوري بيريح له جسده المادي، بس لما يرتاح هذا الجسد، اذا ايدي انا عم توجعني او قلبي او معدتي انا عم برتاح، بس انا بعد فتره اذا قطعت الدواء ممكن ارجع اعمل هيدا الاتاك وارجع اعمل هيدا البين وعاني منه. اوقات بيكون هو بيروح من المعده بيروح على مطرح اخر. فالعلاج الطاقي بيعالج جذر المشكله، بس العلاج المادي بسكتها. بس انا هون كانسان عندي وعي، لازم انا اصغي لجسدي لما يقول لي انه في هيدا الوجع وفي هيدا التنميل او هيدا الشعور الغير سليم، اوكي، التوتر، القلق. يعني انا جسمي عم بخبرني شيء، جسمي بيحكي معي، بس انا بدي اكون ذكي لاتعرف على جسمي. هيدي الهاله شو فيها؟ فيها شاكرات، هن تشاكراز، هن عجلات. الشاكرة هي كلمة سنسكريتية معناتها عجلة، هود العجلات مثل النافذة شكلهم دائري. يا ريت عن جد بتحطوا لنا صور لتصير هلا الصور منا موجودة فكرة واضحة. أنا هون على موجودين هود الشاكرات على طول عمود الفقري بجسم الإنسان، عندي عجلات هن أعصاب. عبرهم بتفوت الطاقة السلبية وبتظهر. أنا كمعالج بركز على هول. في فكرة مغلوطة عند الجميع، بيفكروني أنا مثلا مثل طبيب النفسي إنه أنا بيجي المريض لعندي بيقعد يخبرني قصص وأنا عم بسمع له وبعطيه حلول. أبدا مش هيك بتصير القصة. نحن عنا تقنية، المريض بيكون عندي، ما في داعي يخبرني على فكرة تفاصيل، في منهم بيكونوا كتومين، بيكون عندهم مشكلة ما بيخبروني، ما بيقدروا يعبروا، مش ما بيقدروا يعبروا، ما بدهم يخبروا، أوكي؟ طيب. بس يحسوا يمكن إنه تصيروا فريندلي مع المعالج بيخبروا أشياء، وبعدين في أشياء ما بيكونوا هني فهمانين المين كوز لإلها. فأنا كمعالج عندي تكنيك، هي العلاج الريكي اسمه اللمسة الشافية، باللمس نحن بنشفي، اوكي، بس انا من اي الطاقه الكونيه، لا الطاقه الكونيه انا بستحضرها، اوكي، بكفوف ايدي، اوكي، هي موجوده خلقه، هي عطيه ربانيه من الله لنا، موجوده عند كل الاشخاص، كل الاشخاص عندهم الاستعداد يتعلموها. اوكي، فانا عندي تكنيك بستحضرها لهيدي الطاقه. الانسان عندي بده يكون الكلاينت ممدد، على فكره نحن ما في داعي الكلاينت يكون ان بيرسون معي، انا بقدر اعمل هيدي الجلسات حتى عن بعد. نحن كثير بعيدة عن هيدا الموضوع، خبرتينا انه هن في مراحل، ولهيك حصلتي على لقب الماستر. صحيح. نمرق بمستويات. نعم. اوكي، هلا انا اول شيء بنظف هيدي الهاله، بعمل تنظيف لكل شاكره، هن السفن مين تشاكرز موجودين، بنظف كل شاكره
برجع بعد ما انا نظفها. كيف انت عندك بيتك مغبر بتنظفي؟ نعم. اوكي، انا بنظفها وبعدين ببلش اشحن بالطاقه، بشحن هيدا الجسد الاثيري لحتى انا وازن هيدي الشاكرات. الانسان من اول جلسه ببلش يشعر، هي مش وان سيشن از انف ابدا، انت اقل شيء بدك 4 لـ5 جلسات. قديش انت عامله ترومز وفيك تاخدي اكثر. اوكي، انا لما بلش بالتنظيف الانسان خلال الجلسه بيشعر بالطاقه حتى لو هو بعيد عني. يعني انا عملت مثلا لشخص بالدنمارك، لكلاينت بالدنمارك، هي وبعيده عن الطاقه ترسل بتشعر بتنميل بجسدها، بذبذبات بالفايبريشن تاعت الطاقه بكامل جسمها. انا وعم حط ايدي، انا بحط ايدي على 22 موضع على الجسد، بكل انا موضع بعرف انه انت من شو بتعاني. اذا ما كنت على الجسد بس حتى هو بعيد عني الكلاينت، انا عم حط عند، انا ببعث لي صورته مثلا، ببعث لي تفصيل بريف اسمه مثلا، باخذ انا الصوره وبخيالي انا بشوف الانسان هو حدي، بحط ايدي على المواضع. انا كمعالج لما يكون في خلل بجسده المادي انا بشعر بوخز بايدي. نعم. كيف انت لما تقعدي على اجرك او ايدك تنمل؟ صحيح. او دقتك شوكه بتحسي بهيدا التنميل؟ اليوم انت بتشعري بهيدا، بس يكون العضو متضرر انا بشعر بهيدا الوخز. انا بقول له للكلاينت بدون ما يخبرني انت بتعاني من 1 2 3. في كلاينتس كتومين كثير ما بخبره، بس انا بكون عارفه، بترك الكلاينت على راحته لهو بعدين يخبر، بس انا بعرف انه هو عنده خلل بهيدي الشاكره. كل شاكره هي مرتبطه بالشعور. مثلا انا عندي 7 شاكرات هن موجودين على طول العمود الفقري. نعم. الشاكره الاولى بتبلش بتتطور من لما الطفل يكون جنين ببطن امه لعمر 6 شهور. هيدي الشاكره اسمها شاكره الجذر، روت شاكرا، بتبلش لما يكون هو جنين ببطن امه. نعم. عشان هيك الطفل بيتاثر بمشاعر امه. اوقات في اطفال بتخلق عن جد عندها طاقه سلبيه، هلا هي الطاقه هي بالفطره طاقه ايجابيه المفروض تكون، بس اذا الام ما كانت مرتاحه اثناء فتره الحمل الولد بيخلق عنده مشاكل. طبعا اكيد. عندنا هيدي الشاكره الجذر خاصه بالعلاقه مع العائله والعلاقات بالبيئه المحيطه. لما تكون العائله مستقره وفي اجواء محبه وشعور بالهدوء والسلام، سلام طبعا الأمان. أكيد. الولد اول شيء بيختبر هيدي المشاعر. صحيح. بيكون متوازن. اذا الولد ما اختبر شعور الامان بصير عنده خوف وقلق. هذا الخوف والقلق بيعمل له امراض جسديه، من بينها مثلا عند الولد ليش لما يخاف بيعمل تبول لا ارادي. هي هيدي الشاكره خاصه بالمثانه، ما بيقدر بتصير هي العضلات تاعت المثانه رخوه، بصير يتبول لا ارادي اذا كان بخاف. صح. بلس بتاثر لنا على العظام. صحيح. تعمل اوجاع بالروماتيزم، تعمل اوجاع بالركب، تعمل اوجاع باسفل الظهر. يعني الانسان اللي بيعاني من مشاكل اوجاع والام باسفل الظهر، مشاكل بالجهاز المبولي، هيدا عنده مشكله بشاكره الجذر. هي مش بس قصه مشاكل عضويه، كمان مشاكل نفسيه طبعا. الاشخاص اللي بيعانوا من كابه هن عندهم مشكله بشاكره الجذر اللي هي اساسا علاقتها بالاسره. انا هل جو الاسري سليم، امن، هادئ، في استقرار، ما انا اكون مبسوط ومرتاح. ان انا اللي بدي اختبر مشاعر كابه اللي هي اقصى مشاعر الحزن. صحيح طبعا. هي بس هو اول شيء انا باخذها من بيئتي. نعم. بس من الشخص هو ما بيكون عنده المعرفه او الوعي ليكتشف انه هو عنده هيدي الحاله او عم بيعاني منها. هلا انت الطبيب اذا رحتي لعنده ما بيحكي لك هيدي التفاصيل، لانه هيدا تفاصيل علاج روحي. احنا هون كاخصائيين طاقه بنعرف انه لا، انت اللي عم تعاني منه هي بسبب تروما انت تعرضت لها. صحيح. لما كنت طفل جوك الاسري، العلاقه مع الام والاب ما كانت سليمه. بنرجع بنطلع على شاكره اخرى، هي شاكره المقدسه، هي شاكره الجنس، هي خاصه بالابداع. نعم. الطفل المبدع او الانسان المبدع هو عاش، هي الشاكره هي عنده متوازنه. هيدي بتبلش من عمر 6 اشهر لعمر 2.5. عشان هيك هيدي خاصه بالعلاقه مع الام. إذا كانت الأم متواجدة مع الطفل، الأطفال اللي بيختبروا طلاق أو الأب ما بتكون أو الأم مرتاحة أو الولد بيكون بعيد عن أمه بهذا العمر، هيدي الشاكرة عنده بتكون كتير فيها خلل. وبدأ متابعة. ممكن أنه إذا يعني هذا الطفل عمل هالجلسات ممكن أنه يتخلص من هيدي الصدمة. حنحكي عن الأطفال. الأطفال ببساطة هني انعكاس لطاقة الأم. أنا الطفل 7 سنوات وما دون إذا عنده مشكلة أنا ما بركز عليه. نعم. بركز على الأم، لأنه الطفل انعكاس لطاقة أمه. أنت يا أم شو بتعاني؟ أنا بدي أجي ركز عليك. إذا أنت كنت سليمة ومستقرة، أنت مزبوط هيدا الحبل السري بينك وبين الطفل انقطع أثناء الولادة، بس بعده موجود الحبل الطاقي بيناتكم. فكل المشاكل النفسية والجسدية اللي بتعاني منها الأم الطفل بياخدها. انعكاس الطفل انعكاس لطاقة امه. نعم. فانا ما فيني اعمل ثيرابي للطفل
وعملوا توازن لطاقته لشاكراته، واخر شيء الام هي متضرره. صحيح، ما هو عم يقضي مع الوقت الاكثر، عم يرجع يتلوث، يرجع يتاثر عن جديد. صحيح. نعم، لكن هن الشاكرا الجذر روت شاكرا، عندنا شاكرا المقدسه هي خاصه بالابداع. نعم. خاصه بالشعور بالثقه. بنطلع لبعد لفوق، الشاكرا اللي موجوده هي شاكرا اللي عندنا الضفيره الشمسيه موجوده هي بالمعده. نعم، هون خاصة مثلا مرتبطة هي بمشاعر الغضب، الإنسان اللي كتير بيغضب وما عمل تفريغ لهيدا الغضب. أنا عم بعطيكي إن بريف عشان الوقت، بعد فترة بيختبر مشاكل بالجهاز الهضمي. نعم. بيختبر عصب بالمعدة، صح؟ مشاكل بالمعدة، بيصير عنده تقرح. هيدا كله هيدا الغضب كبت بهيدي الشاكرة، ما تحرر ما تفرغ. فهيدا الإنسان لما يروح عند، هو بيروح أيمتين when it's too late، عند طبيب الجهاز المعدة، بيقوم بيقول له أنت عندك قرحة بالمعدة، عندك مشاكل بالمعدة، بيعطيه الدواء. نعم. بيقول له ما تعصب، شفتي؟ رجعنا لما تعصب، رجعنا لهيدي الطاقة المكثفة اللي هي الغضب اللي قعدت وين؟ بالمعدة. هو بمحل معين عم ينعطى مسكن ولكن ليس علاج. صحيح. نعم. هو عم بيبقى كل عمره عم ياخد كرمال التقرح، الا اذا هو تعايش معه او ممكن عمل دايت كرمال. بس هي اساسها هي مشاعر سلبيه. نحن هون كمعالج طاقي انا بيجي دوري اني فرغ هيدي الطاقه المكثفه يلي مدفونة. هي مش بس انا بدي فرغ هيدي الطاقه المكثفه، انا بدي اشتغل سي بي تي طاقي مع المريض، انا بدي اشتغل على نوعيه الافكار. نعم. تاعت المريض، تاعت الكلاينت. بلس بدي يكون عنده هو وعي، يعني انا بدي اوصل معه لمرحله مش دائما يكون ديبندنت على المعالج او على جلسه العلاج، ما انت كمان بدك تاخذ زمام الامور. طبعا انت بتكون انت مسؤول عن حياتك، يعني انا بدي اعرف اتعامل مع مشاعر الغضب، مع مشاعر القلق. في اشياء تكنيكس انا بعلمه اياها بسلحه فيها. صحيح. في حال هو ما حيضلني انا افيلبل كل الوقت، ما هو حيعاني من هيدي المشاعر، التوتر قلق شو ما كان، خاصه هلا بظروف معينه بيبين قديش الانسان هو متوازن. صحيح. الانسان الهاش قدام اي ظرف طارئ بيصير عنده بيضعف بينهار. طبعا. الانسان القوي، اوكي، اللي هو كيف قوي، هي طاقته متوازنه، هالته متوازنه، شاكراته متوازنه، في سلام، ما عنده مشاعر طاقات سلبيه مكثفه، فهو بتلاقيه جسور وقوي قدام المشاكل، بفتش على الحلول، ما بيقعد بيعيش دور الضحيه. لا انا ما بدي يسرقنا الوقت، بدي نحن بعد معنا تقريبا دقيقتين لثلاث دقائق، بدي تخبريني كيف بنقدر نجذب الطاقه الايجابيه، بما انه نحن هلا عم نعمل صبحيه ونخبر العالم كيف يقدروا يجذبوا الطاقه الايجابيه. خبرينا شوي هيك عن بعض الامور. هي اذا انت فقتي نهارك ببلش بفكره، انت فقتي الصبح. صح. اذا فقتي مبتسمه، فقتي عم تحط مثلا فكره حلوه بحياتك، طلعتي على حالك على المرايه، قلتي بتجذبي الطاقه الايجابيه، شكري الله على النعم اللي انت موجوده عندك. طب انت طاقه الحمد وطاقه الامتنان هي بتجذب الطاقات الايجابيه. نعم. اذا انا فقت بفكره ستريس وهلا بدي فيق على الدوام وبدي اقوم وبدي كذا، حتلاقي نهارك كله تكركب. عم تجذبي الاشياء يلي الفكره هي طاقه. صح. فانت هون بس بلشت بفكره سلبيه حتجر لك كثير افكار سلبيه ثانيه، حتجر لك كثير اشياء سلبيه. بدي اعطيكي اكزامبل، اوقات بتفيقي مأخرة على الدوام، ما بتتقبلي الفكره. صح. صح. بتصير تعملي سيناريو ببالك، مديره يمكن تفيقي تلاقي سيارتك مبنشه، طب كلها هيدي صارت. صح. او لقيت الميكانسيه مسكر، ما عرفتي شو بدك تتعاملي، فقتي كذا، كم جريتي نوع من طاقة سلبية. طاقات سلبية. صحيح. كله بسبب. صحيح. فكرة. إذا أنا تعاملت، كان عندي الوعي إنه أنا أتعامل مع هيدي الفكرة اللي صارت، إنه إيه أوكي إتس فاين، بتقبل، أوكي، القبول هو سحر. إذا أنا تقبلت الشيء اللي صار معي، أنا بعمل كنترول على حياتي. لا اليوم خلينا نخبر الأشخاص يلي عم بيكون عندهم رشفة، في أشخاص كتير بيعانوا من الرشفة وهن فعلا ما بيعرفوا شو أسبابها، رشفة الإيدين أو رشفة الإجرين أو الجسد، انه يتوجهوا لهذا النوع من العلاجات. كمان للاشخاص يلي بحسوا بعبء على قلبهم بتنميل، خلينا نشجعهم ونخبرهم، بما انه نحن يعني رح نوصل او وصلنا لختام فقرتنا، كيف بنشجعهم انه يكونوا عم بيعالجوا حالهم بهذه الطريقه ويبعدوا عن الامور اللي هي فعلا جسديا هن منهم مرضى، ما عندهم امراض مزمنه، ولكن حيصير عندهم امراض اذا هيدي الطاقه ما تحرروا منها وما فرغوها. نعم. الرشفه مثلا بالايدين هي اساسها، نحن عندنا قلنا في سبع شاكرات، احدى الشاكرات هي شاكرة القلب، فهي بتأثر على الكتفين، بتأثر على بتعمل رشفة بالإيدين. صحيح. في شاكرة الحلق اللي هي أنا مثلا كيف بعرف إذا عندي خلل فيها، هل بضلوا ينزلوا لوزي، هل أنا ما عندي قدرة على التعبير، هل ما عندي قدرة على إيصال فكرتي، هل إذا أنا بكون عم بت
عندي مطلب ما بعرف وصل الفكره، ما بعرف احكي شو بدي، الاخر ما عم يفهمني، هون انا عندي خلل بشكل الحلق. اوقات بيكون في استنزاف بشكل الحلق، مثلا مثل هود المطربين اللي بيغنوا كثير بينبحوا كثير، هون مستنزف في هيدي الانسان اللي عنده قدره على التعبير والطلاقه، يعني بحاجه لجلسات يكتشفوا فينا أو بنفس الوقت. اوكي احنا ما حنضلنا يوميا عم نعمل جلسات، في اشياء الانسان فيه هو يعتبرها كم جلسه يعني مينيموم بحاجه الشخص ليكون؟ في ناس ما عندهم شيء ابدا فور ويل بينج لهيك للرفاهيه والسلام، اتليست بده الانسان 4 لـ5 جلسات، في منهم انا عملت لهم 21 جلسه توصل. واكيد طبعا هن من ثالث جلسه اذا كان هو عن جد عنده النيه الصادقه وما بده يضل يعيش دور الضحيه، هو بيستفيد. في عندي كلاينتس لو عملنا 20 جلسه بس هو بيحب يضل يحس انه مظلوم وعايش دور الضحيه ودائما معتمد على الاخر، هون هيدا ما بيمشي معه العلاج. ما انا بني هو بيرتاح لما انا اعمل له التريتمنت، بس ما انت انا ما حضلني حدك كل الوقت، ما انت حتروح للمجتمع. اوكي اذا انا دائما بدي دائما اندب حظي ودائما انا بدي ارجع بسيناريو افكاري لما كنت طفل، لما امي عملت لي وبي عمل لي وتذكر ما بعرف مين شو عمل لي، هيدا بيضل عايش بهيدي الدائره، هيدا العلاج ما حينفع معه. بس لما انا حمل حالي مسؤوليه نفسي انه انا مسؤول عن هيدي المشاعر عن هيدي الامراض وانا جسدي إلي علي حق، صح اوكي بتخلص من كل هيدي الاوهام يلي انا عم بعيشها لنفسي. يعني لا صراحه سرقنا الوقت وانا فعلا علم الطاقه يعني بده وقت اكثر، هو 15 مينتس ما بتقدر تلمي بكل شيء للاسف يعني، بس اكيد نحن رح يكون عندنا لقاءات اخرى أكيد. واكيد رح نحكي عن هيدا الموضوع. اكيد انا بشجع كل الاشخاص اليوم يلي عم يسمعونا انه ما يهملوا حالهم، لانه هيدي كمان تعد بمحل معين هي فعلا ما بدي اقول مرض، ولكن هي من اكبر العلاجات يلي بتساعدك انك تتخلص من امراض كثيره. نحن لما نتوازن طاقيا قبل ما انا اختم، لما انا نظف هالتي ونظف شاكراتي انا طاقتي بتصير كثير قويه، بصير انا عندي كاريزما، بصير عندي حضور، بصير عندي تاثير على الاخر. صحيح. بلس انا بصير اجذب الحب السعاده الوفره المال لحياتي، لانه في بلوكات هي ليه انا مثلا ما عم بتوفق او رزق مش ماشي معي. صحيح. لانه انا طاقتي ملوثه. صحيح. الا انا بدي اتشكرك، شكرا على هيدي الصبحيه، اكيد يا رب يكونوا جميع المشاهدين استفيدوا من هيدي المعلومات. مشاهدينا نحن بريك صغير وبنرجع. We'll be right back.